قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. القارئ مفضل المهاد. الإيه؟ القارئ هو الشيخ المفضل المهاد. الشيخ المفضل لمعاز. القارئ. القارئ آه. اسمه إيه؟ معاكم 10 ثواني بدأ الوقت. خلاص شيل الوقت. وروا للجمهور كتبتم ايه؟ كتبتم ايه؟ الشيخ العفاسي. العفاسي. شاري راشد العفاسي. اه العفاسي طبعا يعني. الاجابه صح. بتحسب صح. انت بتحب تسمع طبعا القران كتير، حافظ بقى كم جزء؟ انا الحمد لله ختم القران من ما شاء الله ما شاء الله من سن مبكره. نعم؟ يعني من حوالي وانا في 13 سنه كده كنت مخلص القران الحمد لله. ما شاء الله عليك، طيب وانت حافظ كم جزء؟ لسورة النحل. يعني تقريبا 18 كده. تقريبا يعني ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يعني. طيب مين بقى اللي بيحفظك؟ هو اللي بيحفظك ولا هو مش فاضي زي موضوع الاسئله كده؟ لا ماما اللي بتحفظني. مامتك. طب وانت حفظتهم ازاي وانت يعني؟ برضه الوالده كان لها يعني اثر كبير في حاجه زي دي، والوالد الله يحفظه برضه كان يعني مهتم جدا، وبعدين بقى انتقلت بقى للمشايخ والكلام ده والقراءه وكده. انت كنت شايف وانت صغير؟ انا صراحه يعني كنت ولا بقى كنت في سن في سن اللي هي الكبير فكنت القدوة في سن الطفولة. في سن الطفولة يعني اللي هو مثلا لحد مثلا 5 سنوات او 6 سنوات ده طبيعي كله بيبقى ماشي. ما بعد كده مثلا انا في سن صغير لا كان دايما الطابع الهادي كده هو مش انطوائي. لا يعني كنت الكبير بقى طبعا القدوة الهادي كده الى حد ما. انا بتتحكى لي يعني انا كنت كده. ما كنتش شقي. لا لا ما تفتكرش مثلا حاجة عملتها وانت صغير كده؟ انا افتكر ان انا في مره كان عندنا سماعه كده بتاعه المسرح المنزلي ده بتبقى 5 سماعات مع بعض دي، ومفروض كل سلك يتشبك في مخرج، فانا جمعتهم كلهم كده وشبكتهم في مخرج واحد. ايوه انا عملتها وانا صغير. الحمد لله لسه لحد دلوقتي موجوده يعني. انا عملتها وانا صغير. انا جبت سلكين وركبتهم على بعض. هو الفيشه بتبقى يعني 2 فوق واحد فوق واحد بيخش. انا بقى عملتهم على بعض وحطيت الاثنين في الكهرباء. طب أنا كويس ان انت معانا. كويس ان انت معانا دلوقتي. وده كان من قريب مش من بعيد يعني مثلا من 3 سنين او حاجه. طبعا. انا فاكر. بس طبعا اوعى حد يعمل ده خالص نهائيا عشان ده غلط جدا. احنا معترفين ان هو غلط واحنا عملناه واحنا صغيرين عشان ما كناش فاهمين. بس اوعى حد يجرب يعمل كده في البيت، ده غلط جدا. صح. تمام. هو نفسه يطلع الى ميه. اكتبوا معاكم 10 ثواني بدأ الوقت. خلاص جاهزين تشيلوا الوقت. وروا الجمهور كتبتم ايه؟ ايه؟ كان نفسك تطلع ايه؟ هو بيقول دكتور. بس انا كتبت مهندس كمبيوتر لان هو بيحب اللابتوب وبيشتغل على برامج وكلام من ده، فده كان توقعي يعني. ده كان. لا لازم اظن طبعا بعد الحلقه دي هتخرجوا عارفين كل حاجه عن بعض. تقريبا. تمام. اقعدوا مع بعض شويه كده، اقعدوا مع بعض شويه في البيت. يعني انت مشغول كنت في البرنامج بتاعك دي، خلصت البرنامج اقعد معاه. والنوت اللي هو محضرها للاسئله دي خليك يسالها لك كلها كده مره واحده وتقعد تتعامل. يعني للاسف سافرت بقى وضاعت مني هناك وجيت بقى هنا القاهره. لا اعمل واحده ثانيه واسئله ثانيه. بس فعلا يعني انا حاسس ان اتعلمت حاجه جديده يعني على كبر سني. بس اتعلمت ان فعلا احيانا في بعض الامور لازم انت تقعد وتعرف اهتماماته وكده، لان يعني دي حاجه مهمه جدا الصراحه يعني. انا بالظبط حتى واثق من كده يعني. ده اخوك الصغير وهو اخوك الكبير، لازم يبقى في تواصل. حتى مثلا لو فكرت مثلا اجيب له هديه فلازم يبقى عارف هو مثلا هوايته ايه او بيحب ايه او مش عارف ايه. فطلعت يعني بس انت هتخرج بعد البرنامج ده عارف كل حاجه، لونه المفضل بقى، اكلته المفضله مثلا تجيبها له، كل حاجه هو بيحبها. دي يعتبر ثمره البرنامج ده ما شاء الله. بالظبط. يعني احنا هدفنا في البرنامج ان احنا نقرب الاسره اكتر لبعضيها، وخصوصا الاب وابنه او الاب وبنته والاخ واخوه يقربوا لبعض يعني ويبقوا عارفين بعض اكتر. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.